من سنة تقريبا استقبلت ضيفين كتير مهضومين عندي بالبيت، وهن بابلو وبيلا. كنت كتير محمسة كيف لازم ربيهم واهتم فيهم. من بعد تجربتي في كتير معلومات لازم يعرفها كل شخص حول تربية لبسين بالبيت. من أهم المعلومات لازم يعرفها كل شخص قبل ما يقرر ويجيب بسينة على البيت هي أي نوع من البسينة حابب يربي، لأنه كل بسينة عندها مزاجها وطباعها الخاص فيها. من الأفضل البسينة ما تظهر برات البيت، لأنه هذا الشيء ممكن يعرضها لأمراض التعدي، وأكيد فينا نقص لها ضفيرة للبسينة من وقت لوقت. بالنسبة لشوارب البسينة، في كتير ناس بيفكروا إنه لازم يقصوها لأنه أرطب وأنضف، بس أنتوا بتعرفوا إن الشوارب بحافظ لها على توازنها؟ ما لازم ننسى اللقاحات أو الفاكسان، لازم تنعطى بانتظام بالعيادة الوترية. بالنهاية لازم تعرفوا إنه اللبسين مثل الولد الصغير، لازم ندلعه ونغنجه ونهتم فيه كل الوقت.